السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بصحه وعافيه وتكون احوالكم طيبه. وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو، الفكره ديال الفيديو ديال اليوم هي انني بغيت نتشارك معكم بعض الاعشاب اللي هي مجربه مني شخصيا. غنتقاسم معكم بعض المعلومات الخاصه بها، وكنتمنى كما العاده الفيديو يكون مفيد ان شاء الله، ونخليكم على التفاصيل وفرجه ممتعه. نبدا معكم باول عشبه بغيت نوريها لكم، هي هذه ماردة الدوش. سبق لي تقاسمتها معكم في احد الفيديوهات اللي قدمتها في القناه. هذه ميخورانا، يعني ماردة الدوش. هنا كيتباعوا يعني في هذه الاكياس، كتكون يعني الوزن الصافي، وكذلك حتى الفتشه ديال الكادوسيدا يعني فوقاش غادي تنتهي الصلاحيه، وكذلك الوزن. هادو يعني كتشريوهم وانتوما مرتاحين منقيين وواجدين، يعني صالح الاستعمال جاهزين. هذه ماردة الدوش مفيده بزاف، ولكن حذاري في الاستعمال ديالها، هي كطيح شويه التونسيون. هنايا كذلك عندنا البابونج، البابونج ها هو هذا غادي ناخذو. هذه البابونج يعني المانسانيه او الكاموميلا، هذه ممكن تساعد على يعني الارتخاء والاسترخاء. نشربوا هكذا يعني كانفوسيون في الليل قبل ما نعسو. كتشوفوا هنايا تشكيله ديال الاعشاب. هنايا اينوكو نفع، حتى هو منقي وواجد ما كتشوفوا معايا. بغيت نشارك معكم كذلك الاوكاليبتو، هذه الجربه، هذه النبته اللي مفيده بزاف علاج نبات، يعني نزلت البرد ومفيده دابا في هذا الوباء، يعني كتعطينا واحد المناعه. كذلك هنايا الزهر حتى هو، وهذه النبته اللي بغيت انني نوريها لواحد الصديقه متتبعه ديالي من المغرب، كنت سبق لي تكلمت عليها، هي حشيشه الملك او لا انخيليكا اوفيسيناليس. هذه النبته مفيده بزاف في توازن الهرمونات، هي الشميلة أوفيسيناليس، يعني هي ورجل الأسد. أتمنى أنها تكون في المشاهدة وتشوفها كيفاش عاملة. نبتة أخرى بغيت نشاركها معكم هي باليريانا أو لا عشبة الناردين. هذه ممتازة في الاسترخاء، وكتعالج النوبات ديال الاكتئاب وديال الستريس اللي يعني كتجينا مرة كتنفع السيدات اللي مسترسين واللي كيجيهم ديك نوبات الهلع. هذه مفيده بزاف، هضر عليها بزاف الدكتور عبد الباسط. اذا كنتم المتتبعات ديالو فاكيد غادي تستافدوا من هاد النبته. انا كنفضل انني نشريها هكذا ونعملها هكذا على شكل منقوع، يعني كنغلي الماء وكنعمل واحد الملعقه في الماء غاليه وصافي كنغطيها. طبيعه الحال الاعشاب ما كتغلاش، يعني حتى كنغليو الماء وكنضيف واحد الملعقه وكنغطيوها، كنخليوها تدفى وكنشربوها، مزيانه بزاف. كنصح بها النساء اللي متوترات اولا كيعانيو من نوبات الهلع، وكتقدروا تجبروها على شكل يعني صاشيات بحال اتاي. حق انا كنفضل انني نشريها هكذا، يعني كيف ما كتشوفوا معايا صحيه وفيها تاريخ ديال انتهاء الصلاحيه، وكذلك حتى الوزن هما كيعملوا لكش الطريقه ديال التناول ديالها. وكيف ما كتعرفوا حبيباتي يعني الاعشاب ما خصناش يعني الافراط في التناول ديالها، طبعا بحذر. وهذه الديلا يعني الغنيه عن التعريف، هذه العشبه كتساعد على النوم، يعني النساء اللي كيعانيوا من الارق فيشربوها في الليل، كتحسن من الجوده ديال النوم بواحد الشكل عجيب. هذه يعني مجربه مني شخصيا، يعني هذه الديلا وباليريانا، هذا عشبة الناردين مهمين بزاف. وكيف ما قلت لكم يعني الاستخدام ديالها يكون بحذر. وبطبيعة الحال انا غير كنعطيكم هكذا الاسماء ديال الاعشاب اللي مجربين مني، وانتوما يعني كتقدروا تزيدوا تبحثوا عليهم وتعرفوا الفوائد والخصائص الصحية ديالهم، لان البحر ديال الاعشاب فهو بحر كبير وبحر واسع. والانسان اذا بغى يزيد يتفقه في هذا الشيء ويزيد يتعمق، فالحمد لله دابا الوسائل ديال البحث متاحة للجميع، وكل واحد يفتش ويبحث ويوصل المعلومة. انا كنعطيكم غير رؤوس الاقلام كيف ما كنقولوا، وانتم حبيباتي تعمقوا وزيدوا فتشوا
انا كيعجبني هذا المجال هذا ديال الاعشاب كيستهويني وكنجبر فيه راحتي وكنبحث فيه وكنسمع دكاتره بينهم الدكتور فايد الدكتور الغني عن التعريف اللي كنفتخروا به وكذلك بعض الدكاتره اللي هما من الدول العربيه كيعطيونا معلومات كنشكرهم من هذا المنبر وكنزيدو نفتشو الانسان في الدنيا كي يوم على يوم انه كيتعلم وكيتفقه ملي كنجي لهاد المعشبه هادي من المعشبات اللي دائما انا كنجي ليها وكنشوف الاعشاب والحاجات اللي كنستافد منهم. هذا الشاي الاخضر هذا بيو وطبيعي كما كتشوفوا كاين التي بيردي وكاين هذاك الاسود ها هو التي نيغرو حتى هو هانتوما كيف ما كتشوفوا. يعني هذا المجال ديال طب الاعشاب مجال رائع صراحه غزال. وكاين هنايا بطبيعه الحال حتى التوابل العطريه يعني عندنا هنايا الروميرو يعني الازير هادو كيبقاو اورغانيك وبيو. هذا التوميو يعني الزعتره كاينه الصحتر ها هو اوريغانو كاينه خنخبري يعني سكينجبير هكذا جاف يعني كتحنو كتحصلوا على البودر ديالو. كاين بزاف ديال الاعشاب كيف ما كتشوفوا معايا. هذه المعشبه اللي كاينه في كاريفور في الانترادا ديالو كتبيع يعني اعشاب صحيه وممتازه ومجربه منيش شخصيا فاش ما كتقدري كنجيب هنايا كيف ما كتشوفوا الوزن 50 غرام والتاريخ انتهاء الصلاحيه. هذا الشيء باش ممتازين هاد الاعشاب هاد الساشيات كتاخذوهم وانتم عارفين بانكم خديتم اعشاب منقيه وخاضعه للشروط الصحيه وممتازه. وبغيت نشارك معكم حبيباتي هاد البروبوليس او العكبر اللي تحدث عليه بزاف الدكتور الفايد. هذا مهم بزاف رفع المناعه ضد الالتهابات والنزلات ديال البرد والصحه العامه بصفه عامه يعني مزيان بزاف ولكن المراه الحامل والمرضع فتتفادى انها تاخذه. هذا عباره عن مستخلص ديال العكبر كيجي بحال عنده غوتيرو يعني كيتعمل نقط في الماء مهم بزاف يعني اذا جبرته غير خذوه ولكن النساء الحوامل والمرضعات فما ياخذوهش حتى يستشروا الطبيبه ديالو. الثمن ديالو مناسب 13 يورو 6 سنتيم مزيون بزاف هذا وطبيعي. وبغيت نشارك معكم كذلك هاد النبته اللي معروفه بزاف باسم السلميه. حنا في الدارجه المغربيه ديالنا كنقولوا لها السلميه وهي عندها اسماء كثيره متداوله خصوصا في الدول العربيه يعني كيقولوا لها المرمريه او الميراميه او نبته القصعين. هاد النبته مفيده بزاف في علاج الالتهابات وكتفيد النساء اللي عندهم مشاكل في تاخر الانجاب او اضطراب الهرمونات فغالبا كنجبروها في الخلطات والوصفات المساعده على الانجاب ولكن الاستخدام ديالها والاستهلاك ديالها ضروري يكون بحذر. ولهذا يعني من الاحسن ملي تبغيو تاخذوها خذوها من المعشبه اولا ماشي مصدر موثوق كيكون فيها الغرامات لان ديك الخلطات غالبا كنجبروا هاد الاعشاب هادو بكميات قليله لانها كتاثر على الكبد بصفه خاصه وكذلك الكلى فالاستخدام ديالها يكون بحذر. ميزه اخرى لهذه النبته هي انها مخفضه للضغط وكذلك مخفضه لنسبه السكر في الدم ومهدئ جيد ومريح للاعصاب يعني في الوقت اللي كتناولوها فكتحسوا وكتشعروا بسرعه بالنعاس يعني مفيده بزاف في حالات الارق. وبغيت نشارك معكم حبيباتي هاد النبته اللي غنيه عن التعريف واللي معروفه الاسم ديالها هو الكركديه او بما يسمى هنايا ايبيسكوس متواجده في الاربولاريوس بهذا الاسم. انا صورت لكم بالنسبه للنساء اللي بغاو يقتنيوها مفيده بزاف في علاج ارتفاع الضغط يعني النساء اللي كيعانيو من ارتفاع الضغط يقدروا يتناولوها بشكل امن. وكيف ما كتعرفوا حبيباتي فالضغط المنخفض او المنضبط او اللي في الحدود المعقوله كيعني صحه قلب جيده. نتمنى ان الصوره تكون واضحه. هذا صيفطته لاختي الحبيبه اللي كنقولها شكرا حبيبه ديالي ربي يحفظك. وكذلك عنده استخدامات اخرى تجميديه يعني كنزيدو هنا الحنه كنجبروه في الخلطات ديال الحنه كيعطينا ديك اللون الاحمر اللي كيميل من الاكاجو كيبقى مزيون بزاف. نتمنى ان الصوره تكون واضحه وتكون المعلومات اللي عطيتكم عليه مفيده. وهذا اللي كتشوفوا معايا في الصوره هو الورد البلدي.
هذا الاسم ديالو بالاسبانيه الروسا بيتالوس. كانت واحد المتتبعه ديالي سقصتني على الاسم ديالو بالاسبانيه هو هذا. اتمنى انها تكون في المشاهده. بالنسبه للورد البلدي فهو بالاضافه للدور ديالو في نضاره البشره وصحه ولمع الشعر وكذلك اللون الجميل اللي كيطفيه عليه ملي كنزيدوه للحنة او لاي خلطه مخلطه الشعر، فهو عنده دور ممتاز وفعال في علاج الالتهابات اللي كتحدث على مستوى الجهاز الهضمي بصفه عامه، يعني في الامعاء او في المعده. وسبحان الله دائما كنجبروه متواجد في التتبيلات اللي كتكون مخصصه للحوم سواء للكفته او للحم بالبرقوق او للحم محمر. فتبارك الله على المراه المغربيه اللي هي مراه ذكيه بالفطره ديالها سبحان الله. وهاد الخلطات وهاد التتبيلات فهي متوارثه عن الجدات، كانوا كيستعملوها قديما ولحد الان حنا كنستعملوها ودائما كنضيفوها للتتبيلات المخصصه للحوم، لان اللحوم كتكون شويه صعبه في الهضم. فالورد البلدي ملي كنضيفوه اي تتبيله فهو كيجعل من ديك الماده سهله في الامتصاص وكذلك في الهضم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خصصته للاعشاب والنباتات المفيده في صحه المراه بالخصوص يعني الصحه النفسيه ديالها. يعني الاغلب ديال الاعشاب اللي هضرت عليهم اليوم هي اعشاب مهدئه ومريحه للاعصاب وكتحسن من جوده النوم. نتمنى الفيديو يكون كان مفيد وتكونوا استفدتوا منه وخديتوا او خرجتوا منه ولو بمعلومه صغيره. نتلقاكم حبيباتي فيديوهات مقبله ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا على الوقت ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى بارطاجوا على لي لايك. وكنقول لكم دائما شكرا جزيلا ونتلقاكم فيديوهات مقبله. في امان الله حبيباتي ونهاركم مبروك.